هو لا يمكن القفز على حقيقة أن غياب كل من الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي ووزير خارجية أمير عبد اللهيان يمثل يعني صدمة كبيرة لإيران للنظام، وأيضا هذا الرحيل هو بحد ذاته يحمل تداعيات كبيرة جدا. أولا أنت أشرت على مستوى الداخل الإيراني، مجيء الرئيس الراحل رئيسي هو جاء بحسابات دقيقة من قبل السيد الخامنئي بالتحديد، على اعتبار أن إيران خرجت من لحظة اضطرابات، وأيضا هناك تحديات كبيرة جدا اقتصادية، عقوبات، مفاوضات، ولذلك حينما تم تقديم رئيسي هو لغرض أعطاء وجه جديد للأصوليين، يعني بالتحديد يعني المتشددين أو ما يعرف بالمحافظين، على الرغم أن رئيسي هو من أبناء الثورة الأوائل يعني بالتحديد، وبالتالي هو حاول أن يقدم مقاربة على مستوى الداخل الإيراني فيما يرتبط بإيقاف الاحتجاجات وأيضا إيقاف الانهيار الاقتصادي، العملة استطاع إلى حد ما تخفيضها بنسب معينة، يعني قضية التضخم، وأيضا فيما يرتبط بمحاولة الذهاب نحو عقد يعني تقارب مع بعض الأطراف الأخرى، يعني يجب أن ننظر إلى الإصلاحيين، وأيضا إيران بلد معقد من الناحية العرقية والدينية وحتى الطائفية.